باش نعاودو نديرو لهم ادماج في الوسط العائلي نتاعهم. ايه اذا كان نلحق كن نقدر نرجع نقول نرجع ما نقدرش نقول. نرفعوا له المنحه تاعه من 3000 دينار ل 10000 دينار جزائري ويدخل في الفئه نتاع المعاقين حركيين. ان شاء الله الحاج نديروا لك لا فيزيت. السيدة مختار واخته السيدة حميدة مسعودة مسنين في وضع إيش؟ حميدة علي. يلا بالي يا نجاونا ناس الخير وجابوا الشيخ مدينة الدولة كثر خير هم رحم مالي يا انت والجماعة اي كثر خير الدولة وارحم مالي. تنقلت مصالحنا في الحين لدراسة الوضعية وكذلك اجراء تحقيق اجتماعي فيما يخص الوضعية هذين مسنين، حيث سوف يتم نقل الشخص المسن من جنس ذكر بقصد إعادة إجراء إجراء إن فيزيت ميديكال قصد رفع منحة الإعاقة من 3000 دينار جزائري إلى 10000 دينار جزائري. بعد التكفل الصحي قمنا بالاتصال بقصد إعادة إدماج هؤلاء المسنين في الوسط العائلي، حيث أبدوا الرغبة تاعهم في التكفل على مساواهم بهذين الشخصين. أنا نشكر قناة البلاد اللي راها يعني جات تتكفل بهذه العائلة وشافت الوضعية على هذه العائلة الحقيقة اللي يشوفها الواحد يقول راها وضعية مزرية بحقيقة الحال. هما حقيقة الحال هذا الناس راهم متمسكين بهذه المنطقة لأن هذه المنطقة زادوا فيها وعاشوا فيها وترباوا فيها، يعني وحابين حتى أنهم قال لك نبقاو فيها للنهاية هنا، مهما تعطي لي واش تعطي لي وكنت تديني السونتر في الجلفة ما نقعدش. أنا ماناش لايحين احنا لحد الآن ماناش لايحين، لكن أودي حنايا نطلبوا إذا كان أي إنسان والله من الهيئات المتضامنة هذه تاع التضامن إذا كان يساعدهم مادي أو يبنوا لهم سكن ريفي معليش مرحبا خويا.